يعني طبعا. وعايز اكلمك خاصه على قبل ما نبدا في ملفات محمد صلاح. محمد صلاح الاسبوع اللي فات كان في نقد كبير جدا على مستوى الصحافه الانجليزيه، نجوم كبار طلعوا انتقدوا محمد صلاح بعد تغييره او بعد خروجه غاضبا بعد تغييره في المباراه اللي فاتت. محمد صلاح انت شايف، وطبعا العرض الكبير من الاتحاد السعودي، شايف مستقبل محمد صلاح القريب هيكون ازاي؟ في البدايه كابتن محمد صلاح منذ انضمامه للدوري الانجليزي ومنذ انضمامه تحديدا لليفربول وهو بيقدم اداء ابهر العالم، ابهر تحديدا الانجليز. ما كانش حد متوقع النجاح ده لواحد جاي من الميدل ايست او واحد جاي من الشرق الاوسط ان هو يوصل لكل اللي وصل ليه محمد صلاح، سواء التواجد على التوب فورم او اللاعبين كاتيجوري اي او اي بلس لسنوات عديده. كان معظم الناس بتراهن ان محمد صلاح سيكون موجود وان سيزون وندر، يعني ان هو يقدر يقدم سيزون واحد بس في مستوى عالي وتوب على فكره احنا في مصر كنا بنقول كده بالظبط، يعني احنا حتى على مستوى مصر يقول لك يعني هو الموسم بس الموسم الجاي مش هيكمل بنفس المستوى بالظبط اللي بعديه بس مش، ولكن محمد صلاح الحقيقه بيعمل ارقام قياسيه كبيره جدا. ومن الرقم القياسي اللي كنت سبب يمكن مشكله من المشاكل اللي حصلت هو التغيير. تغييره في المباراه اللي قبل اللي فاتت. فلو نفتكر مع بعض من ساعه انضمام محمد صلاح لليفربول، وقت انتقاده او الوقت اللي الناس ينفع تنتقده فيه هو قليل جدا. هو صعب جدا تلاقي فتره محمد صلاح كان فيها وحش فالناس فالصحافه مثلا تنتقده. فعشان كده وقت الغلط لمحمد صلاح كل اللي كان نفسه ينتقده بقى على مدار المواسم اللي فاتت بيقوم طالع علشان ينتقد محمد صلاح وينتقد تصرفات محمد صلاح او يتكلم على تهميش محمد صلاح وان ليفربول ازاي بيعتمد عليه بشكل اساسي بالشكل ده، او ان اللاعب لازم يكون مقدر الفريق اللي بيلبس له تيشيرت زي فريق ليفربول، وان هو لما يخرج من الملعب ان ليفربول لعب لها ناس عظيمه جدا. كانت دي الانتقادات، فانت لما تخرج في الملعب ما تكونش متعصب. بس يورجن كلوب طلع رد عليهم في المؤتمر الصحفي، وان كان هو اساس المشكله، قال انا متفاهم جدا ان محمد صلاح كان عايز يحقق رقم قياسي جديد وان هو يكون اول لاعب في ليفربول يسجل في 6 افتتاحيات للدوري الانجليزي. هتبقى 7 كمان او 7. فبالتالي خروج محمد صلاح كان مؤثر. وفعلا يا كابتن يعني في اي حته في العالم، في اي فريق في العالم، لو انت عندك لاعب بيحقق رقم قياسي انت بتسيبه يمكن يعرف يحقق الرقم القياسي غير كمان ده. الرقم القياسي برضه يا عمر ان محمد صلاح اداؤه في المباراه خاصه في الشوط الاولاني كان اداء رائع. يعني محمد صلاح عامل الاسيست، محمد صلاح جايب كره في العارضه، محمد صلاح كان يمكن اعلى ريت في اللي بيتقدم خلال ال 45 دقيقه الاولى، كان افضل لاعب في المباراه. وبالتالي هو اتخض كمان من تغييره وتغيير محمد صلاح في الوقت ده بالذات. يعني هو ما كانش عنده اصلا فكره ان هو ممكن يتغير. والحقيقه دي برضو مشكله من المدرب ان هو ما وصلش للاعب ان هو بين الشوطين ان هو ممكن زي ما قال الكلوب في المؤتمر الصحفي ان انا عايز ادخل دماء جديده في الفريق. هو ما وصلوش، ما ادالوش، ما مهدلوش الموضوع. وانت عندك لاعب كبير زي محمد صلاح، انت لما رونالدو بيطلع بيكون رونالدو ما ينفعش يطلع كده يجي المدرب يقول لك لا ده انا هطلع رونالدو عشان ابدله. رونالدو لما اتصاب في اليورو اللي كسبوه من فرنسا المدرب راح قال له انا هطلعك عشان انت مصاب، تطلع ولا عايز تكمل؟ فانت لاعب زي محمد ميسي ما كانش ينفع يطلع. انت لاعب زي محمد صلاح، هو دلوقتي مين في اوروبا غير محمد صلاح امبابي هالاند؟ صحيح. ميسي في امريكا ورونالدو في خلاص في السعوديه. فمحمد صلاح يعتبر على راس قائمه افضل لاعبين في اوروبا. فانت عشان تطلع لاعب في وسط مباراه كان مقدم فيها اداء جيد بسبب ضخ دماء جديده للفريق في الشوط الثاني، لا انت تحاسب عليها. ولازم كنت اصلا تمهد له الموضوع لان هو بيعتبر اهم لاعب في الفريق حاليا. صحيح. هو ليفربول فيه مين اهم من محمد صلاح دلوقتي؟ خط الدفاع كله كارثي، خط الوسط كله مش اهم لاعبين في تحليل ليفربول للاداء الفني في الاسبوعين اللي فاتوا. لكن الحقيقه بعد يعني بعد الواقعه ديت اللي احنا بنحكي عليها لقينا كمان على مستوى السوشيال ميديا الناس بدات تتكلم، لا محمد صلاح وافق على انتقاله للاتحاد السعودي والمبلغ كبير جدا والمشاكل، او محمد صلاح بدا يبص ان ليفربول حتى السيزون ده ما فيش يعني ما فيش امكانيه للمنافسه بشكل جديد. كل ده مر خلال اسبوع، ولكن المباراه الثانيه محمد صلاح بيحقق رقم جديد وبيحطم رقم ستيفان جيرارد
كأفضل أو أفضل اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ ليفربول. الفترة ما بين المباراة الأولى والتانية، الشغل اللي اتعمل بينه وما بين كلوب على مستوى كمان محمد صلاح، إن بعد كل الغضب دوت والسوشيال ميديا والعقد بتاع السعودية، إنه يخرج ويحقق رقم على مستوى هدافي الهدافين التاريخيين في ليفربول. أعتقد إن انتقال محمد صلاح أو كما أثير في الفترة الأخيرة انتقاله للاتحاد السعودي وإن هو وافق على التعاقد مع الاتحاد السعودي هو ما إلا ورقة ضغط، ورقة ضغط على إدارة ليفربول للتعاقد مع لاعبين بقيمة عالية في نص الملعب علشان يقدروا يساعدوا الفريق في الفترات اللي جاية، لأن محمد صلاح حاليا عايز فريق زي ما كنا في فرق بتبني على رونالدو وفي فرق كانت بتبني على ميسي، فمحمد صلاح عايز فريق يتبني عليه علشان يقدروا يعملوا إنجاز جديد، لأن محمد صلاح حاليا هو المرشح الأول للفوز بجائزة البالون دور في ظل عدم وجود رونالدو وميسي في أوروبا. فبالتالي أعتقد أن هي ورقة ضغط كبيرة جدا. ولكن رامي عباس وكيل محمد صلاح أنهى الجدل تماما، قال لم نفتح المفاوضات مع اتحاد جدة أو أي نادي في السعودية لانتقال محمد صلاح. وكان أثير بعض من الجدل أن محمد صلاح كان تم عليه عرض من الهلال السعودي ولكن اللاعب رفض، ولكن رامي عباس أكد بين الحين والآخر أن محمد صلاح لم يتفاوض على أي نادي سعودي أو الانتقال من ليفربول بشكل عام. طب أنت على المستوى الشخصي يا عمر، لما العرض ده وصل لمحمد صلاح من خلال رؤيتك قلت أن ممكن محمد صلاح يروح، ولا أنت قلت الموضوع منتهي لمحمد صلاح وعايز يكمل؟ والجزء الثامن السؤال، هل ده ديلي يعني ده في المخطط بالنسبة للمستقبل محمد صلاح أنه خلال السنوات اللي جاية القريبة لو استمر هذا السوق السعودي بالأرقام الرهيبة ديت، هل ممكن في المستقبل القريب نشوف محمد صلاح؟ من خلال معرفتي بصلاح ومن خلال معرفتي بالكاركتر أو بالشخصية وبالدماغ، مش محمد صلاح. يعني السعودية بيروحوا دلوقتي علشان حاجتين، علشان بروجكت، مشروع دوري جديد ببوتنشال عالي جدا، منافسة جديدة جدا بين الأندية، وعشان الحاجة التانية وكل الناس بتتكلم فيها علشان الفلوس. محمد صلاح مش عايز الحاجتين، محمد صلاح حاليا هو بينافس في أكبر دوريات العالم، عنده فريق كبير ومش محتاج الفلوس، هو مش هيبص على المقابل المادي الكبير اللي بيغري بعض اللاعبين للانتقال. وخلينا نكون صراحة، هو كيسي مثلا واحد زي كوليبالي، كوليبالي طلع قال لا أنا المرتب اللي هاخده في السعودية ده هقدر ابني بيه قريتي الفقيره اللي بتتعرض لمجاعه كل بين الحين والاخر في السنغال. طب هل محمد صلاح بينظر للماده في الانتقال للسعوديه؟ لا هو ما بينظرش للماده، هو بس هو عايز يبني. مغري جدا برضو يا عمر، يعني هو عرض لا الفلوس يعني. خياليه، الفلوس خياليه وتغري اي بني ادم، مش محمد صلاح. ولكن محمد صلاح كاريره بيسيطر عليه اكتر، تحقيقه للأرقام القياسية مع ليفربول واستمراره في أوروبا حتى الاعتزال بيسيطر على تفكيره أكتر، نجاحه مع جمهور ليفربول وأن هو يكون أسطورة النادي. محمد صلاح مش عايز يتخطى بس في الأرقام القياسية، محمد صلاح عايز يكون أحد أساطير ليفربول على مر التاريخ. فده السعي أو الهدف بتاع محمد صلاح في الوقت الحالي اللي هو عايز يوصل له، أن احنا لما نيجي نتكلم عن أسطورة برشلونة ميسي، أسطورة مانشستر أو ريال مدريد رونالدو، أسطورة أي فريق تاني توتنهام هاري كين، أسطورة ليفربول محمد صلاح، عايز يقول لما السؤال ده يتسأل ما يتقال ستيفن اوريدي قريب جدا أو خلاص بقى واحد من الأساطير، بس لسه مش في المقدمة. محمد صلاح عايز ياخد عدد من الإنجازات تاني مع ليفربول علشان يكون هو الأسطورة رقم واحد في ليفربول، ولكن العروض المادية مغرية جدا 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 جدا، ولكن مش هي دي طريقة تفكير محمد صلاح. لأن هو جاي من خلفية ما كانتش غنية، ما كانتش عندها الفلوس الكافية ان هو يعيش مرتاح، فالوقت الحالي هو عنده الفلوس اللي تعيشه هو وأسرته وأهله ان هو يفتح مشاريع وقريته مرتاحين بشكل كبير جدا، فهو عايز يبني كارير أفضل ما يسافر للسعودية. هو دي طريقة تفكيره.